يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للقاضي العدول عن الحكم بين المتخاصمين إلى الإصلاح بينهما وأن يخيرهما بين الحكم بينهما أو الصلح؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قدم صلح بين الزبير والأنصاري، قدم الصلح، فلما لم يقبل الأنصاري حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فكون القاضي يبدأ بالصلح بينهما أحسن. نعم.